ممكن كلام أو كلمة أو تعليق على ما حدث اليوم؟ أولا نتأسف أنه نسجل ضحية جديدة في مشهد حقوق الأطفال، للأسف 4 سنين يختطف ويقتل ويقطع بهذه البشاعة، وفي حد ذاته سيناريو إرهابي يعني للأسف. وهذا يؤكد التحاليل اللي قدمها كل المختصين بأن أسباب الاختطاف والقتل والتنكيل في المجتمع الجزائري ما زال موجود. القضية ما هيش قضية عدد، وإنما قضية آثر يمثل المجتمع كله والنسيج الاجتماعي، وأن العمق تاع الجرح راه موجود على مستوى الأسرة الجزائرية. الرد على بد منه، ولكن رانا جد متأخرين في علاج هذا الجرح على هذا المستوى. عبد الرحمن، كيف يمكن أن نذهب لتخفيف أو على الأقل هذه الظاهرة التي لم تكن في الجزائر صراحة؟ بكل صراحة سيد عبد الرحمن عرعر، كيف نبتعد عن هذه الأساليب صراحة البشعة جدا؟ 4 سنوات براءة. نعم، استفحال النزاعات في الأسرة واستعمال العنف واستعمال الأطفال في الانتقام واستغلالهم بهذه الطريقة لابد له من وضع حد، وهذا يكون عن طريق العمل الوقائي والتربوي والبيداغوجي والردع على مستوى الأسرة. بالمقابل عندك اتساع رقعة المجرمين، وللأسف اليوم رانا نتعامل مع هذه الرقعة بأسلوب أملي فقط، ولكن هذا ما يكفيش، لابد من أساليب أخرى حتى نحمي الأطفال من هذه المخاطر. تعزيز المنظومة الخاصة بحماية الأطفال، لأنه هذا الطفل هذا 4 سنين هو بريء، أين كان أولياءه وكيف تم اختطافه وكيف تسللت له يد الجريمة إلى آخره. فلو كانت المنظومة عندها قوة وتقتحم هذه الفضاءات عن الأسرة إلى آخره، الطفل كان ممكن أنه يسلك من هذه الوضعية وننقذ حياة. لكن اليوم للأسف في أواخر السنة نسجل ضحية ثانية بعد ضحية بومرداس، وهذا مؤشر على أنه الاختطاف في السنوات المقبلة ممكن يزيد يرتفع، لأن الضغط الاجتماعي سوف يرتفع نتيجة التحولات اللي رانا عايشينها في المجتمع الجزائري. فلا بد لنا أن يفتح الملف من كل الجوانب، ما يكفيش فقط الناحية القانونية. ألا ترى أن النقاش الدائر حول إعدام هؤلاء أو قضية الإعدام أو الحكم بالإعدام على من يقوم بهذه الجرائم الفظيعة، نعم هذا القانون، هذا القرار نوقش في المجلس الشعبي الوطني، ماذا كيف ترون هذا الموضوع؟ أظن بأن الآن عقوبة الإعدام تفرض نفسها، خاصة بعد هذه الضحية، وعندنا حوالي أيام فقط من المصادقة على القانون وأصبح سائر المفعول، راح يفرض وجوده. فعلى الحكومة أن تتحمل المسؤولية وترفع التجميد على تنفيذ عقوبة الإعدام، لأنه عن طريقها نستطيع أن نرضع هذه الجريمة والمجرمين ونحمي أطفالنا. فلا نقاش فيها، اليوم لازم نمشي إلى الفعل الميداني وتنفيذ هذه العقوبة في الميدان. نعم، رئيس شبكة نادى سيد عبد الرحمن عرعار، شكرا على هذه المداخلة وعلى كل ما قدمته من تفاصيل، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، نعود لنذكر أنه تم العثور على الطفل يانيس حساني ذو 4 سنوات مقتولا. طبعا هذا وكان الطفل يانيس قد اختفى من البيت العائلي بمنطقة إغيل أموح وبقرية تشتوين ببلدية آيت يحيى موسى بتيزي وزو أمسية الفاتح ديسمبر الجاري. مشاهدينا الكرام، أنا وأمي هذا اللي نقوله صار، 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 أنا وأمي هذا اللي نقوله ص
إذا مشاهدينا الكرام، هذا جانب من الصور، يعني بحث رجال الدرك الوطني، رجال الحماية المدنية وأهل الطفل يانيس حسان ذو الأربع سنوات، عملية البحث التي أسفرت عن العثور عليه مقتولا. الطفل يانيس اختفى من البيت العائلي بمنطقة إغيل أموح بقرية تاش تيوين ببلدية آية يحيى موسى بتيزي وزو أمسية الفاتح ديسمبر الجاري. باسمي وباسم كل العاملين معي نقدم تعازينا الخالصة لعائلة الطفل يانيس حسان، إنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدينا الكرام، فقرة الاقتصاد مع أحمد بطاف. مساء الخير أحمد. مساء الخير زميلي عبد الغفور، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في هذه الجولة الاقتصادية، والتي نبتدئها بالاتفاق الجديد بين منظمة أوبك وحلفائها بقيادة روسيا، الذين اجتمعوا أمس وتم تحديد السقف